احنا كنا حلوين، كنا حلوين قوي، وكان فيه اهتمام، وكانت قبل الرسالة ما توصل له الاقيه بيرد عليا ازاي، سبحان الله. وكان مهتم وكان كويس، النهاردة ببعت ما بيردش، او بيتأخر، او يرد بعد ساعات، او يرد تاني يوم، او يختفي، او يطنش. السؤال ده اكتر سؤال اتبعت لي على الخاص انستجرام وعلى الفيسبوك في الفترة الاخيرة. يلا بينا. ايه الاسباب ليه بيعمل كده؟ ودايما انا اقول لك او اقول لك مفيش حاجه في الدنيا بتحصل الا لما يكون ليها سبب، وده جمال علم النفس قوي، ان اي تصرف للذات البشريه او الانسان ليه سبب يعني. وايه الحل يعني اذا كان دي هي الاسباب، ايه هي الحل؟ يلا نبتدي مع بعض كده، والجديد يعرفنا بنفسه وارحب بيه، واللي لسه ما اشتركش يشترك كالعاده. في البدايه اول حاجه، انت شخص بتبعت كتير، يعني خلي بالك دي كلها أسباب، ممكن يكون سبب واحد هو اللي بيعمل كده، أو كل الأسباب دي. أنت ما شاء الله موسوعة، يعني أنت شخص بتبعت 48 ساعة في ال 24 ساعة، أي من النوم بتبعت، قبل الظهر بتبعت، بعد الظهر، بعد العصر، بالليل، في نص الليل، فأنت عامل له هس هس في دماغه. خلي بالكم الحلقة للطرفين، رجل أو امرأة، يعني تنطبق على الاتنين. فأنت عامل له روشة، فأنت روشه معاك كل شوية، إشعار، رسالة، وجايله بقى من الواتس ومن الانستجرام ومن الفيس، ما انتش حرمه من حاجة يعني. فانت بتبعت كتير قوي، فصعب على النفس البشرية ان هي تتعامل، حتى لو بيحبك، حتى لو عنده وقت، اذا اردت ان تطاع فاطلب ما يستطاع، او امر بما يستطاع، او اعمل اللي قدامك يقدر ان هو يقدر عليه. انت بتبعد بدرجة اوفر، فزي ما بقولك او بقولك انت عامل له هس هس في دماغه. يبقى دي اول سبب. تاني سبب، انت بتبعد في الوقت الغلط، يعني الشخص ده غصب عنه مشغول في الوقت ده، عنده شغل، بيعمل حاجة مهمة، عنده دراسة، عنده شيء مهم محتاج منه تركيز، فانت بتنقي الوقت ده وتبعت له فيه. يبقى ده سبب تاني من ضمن الاسباب. طبيعي ان هو مش هيرد عليك، ومحدش يجي والنبي يتفلسف ويقول لي اللي بيحب ما بيزهقش، يعني ما هو، طب انا هات اتنين كده بيموتوا في بعض، وخلي حد عايز حد جنبه 24 ساعة في اليوم، اول يوم ماشي، تاني يوم ماشي، تالت يوم هيبدأ ان هو غصب عنه. اصل الدنيا او الحياة او طبيعة النفس البشرية كده، انما اللي بيحب حد ما بيزهقش منه 24 ساعة، ده كلام افلام واغاني. انا بكلمكم الصح والمعروف واللي احنا عارفينه من خلال الدراسة ومن خلال التجارب. ما يزهقش منه، ولكن هيحصل في حاجة من حاجات الروتين، مش هنقول زهق يا عم، ما تزعلش او ما تزعليش، مش هيزهق منك، بس في روتين، يعني اوحشني، يعني قلقني، يعني خلينا اشتاق، يعني غيب شوية، يعني اسأل عليك، يعني مرة ابعت لك اتأخر، يعني مش كل ما ابص الاقيك جنب كده كده. هي اصل الحياة، حتى العلاقة العاطفية، فن. لو حصل شيء من انواع الاعتياد حتى بين اللي بيحبوا بعض، لذلك تلاقي المشاكل بين المتزوجين. لي ده انا بيجيني كمية مشاكل، كنا بنموت في بعض، عادينا اهالينا عشان ناخد بعض، والنهاردة حاسة ان هو ما بيكلمنيش، مطنشني، وهو الرجل يقول حاسس ان هي ما بقتش زي الاول. اهو مش كان في حب قاتل بينهم، وصل لدرجة ان هم عادوا اهاليهم عشان بعض. كل حاجة لازم تبقى مفهومة يا جماعة، قبل ما نتصرف فيها او قبل ما نبدأ ان احنا نتعامل فيها. السبب الثالث، كلامك تافه، يعني انت شخصية اغلب كلامك او معظمه تافه، عايز تهزر وتقول كلام خايب وتقول كلام تافه، وحظك ان الشخص ده عملي شوية، جد شوية، شخصية بتحب الجدية شوية، او ما بيحبش يكون بيتكلم بجد، وتقلب انت الموضوع هزار، او تاخد الموضوع بدور استخفاف. فانت الشخصية معظم كلامك تافه، او انت هزار على طول 24 ساعة، خير الامور الوسط، فطبيعي جدا ما يردش عليك، طبيعي جدا يطنش، طبيعي جدا ورد فعل منطقي جدا لو انت بتعمل اي حاجة من التلاتة دول. ولسه معانا اسباب تانية، يلا نتعرف عليها. الحلقة دي يا جماعة بقول مهمة اوي وانطلبت اوي كالعادة، دوركم بس تشيروا وتدوسوا لايك لو عجبتكم، عشان عيلتنا اللي بيسألوا يستفيدوا، رجاء، هو ده الطلب الوحيد، لو شايفينها ان هي تستحق.
السبب الرابع، اول ما بيبعت لك انت مستني، انت موجود، يعني هو عارف، وانت بقى وصلت له بعقليتك الفذة الاحساس ده، او انت وصلت له ان منين ما يبعت انت طك موجود، في 3 ثواني هتكون قريت الرسالة ورديت. فدائما النفس البشرية رجل او انثى حس ان حد موجود في المكان ده باستمرار ما يقلقش عليه. بمعنى انا معايا الماظة، الألماظة حطيتها في خزنة، والخزنة في قصر ومقفول عليها، هتشغل بيها؟ هقلق عليها؟ إنما لو عارف إن هي ممكن تختفي من المكان ده، بصوا هبقى 24 ساعة بفكر فيها، عايز إن أنا أحافظ عليها، عايز إن أنا أخليها ما حدش يجي جنبها، عايز إن خايف تضيع خايف تضيع مني. هي دي النقطة اللي إحنا عايزين نوصل ليها، إن أنت مستني على طول، موجود على طول، متاح على طول. معقولة يا أبو زيد ممكن ده يكون سبب؟ أقسم بالله من أكثر الأسباب وأكثرها شيوعا. وأنتوا فاكرين الإنسان مش مقاس؟ أنت ما بتتعاملش مع بني آدم كامل، ولا بتتعامل مع ملاك، أنت بتتعامل مع إنسان له عيوبه وله سلبياته. افهموا الحتة دي رجاء عشان ما تتعبوش وتعذبوا نفسكم. السبب اللي بعد كده الخامس، إن يكون بيلعب. يعني بيلعب بيك بقى، ما هو مفيش حب، يعني انت شخصية ما بتعملش كل اللي فات ده. انما هو المشكلة عنده هو، ما يعني مفيش مشاعر حقيقية بينك وبينه، فلما بيحتاجك اهو بيتكلم معاك، غير كده ديك مركون. طب دي بقى انا اعرفها ازاي يا محمد يا ابو زيد؟ 3 حاجات اساسية هقولها لك، او اقولها لك دلوقتي، هتفهم الشخص اللي معاك ده بيلعب ولا لا. اول حاجة، بيختفي كتير ويرجع بدون سبب، كتير مش مرة ولا اتنين. تاني حاجة، بيحاول يستغلك جسديا او ماديا او نفسيا الى اخره. تالت حاجة، لو انت حسيت ان في طرف تالت، صديقة بقى او صديقات عنده على الفيس مش عارف، ويقول لك ده صاحبتي ده زميلتي، او هو نفس الكلام او هي نفس الكلام، المهم حسيت ان في طرف تالت في العلاقة. الاسباب التلاتة دول او سبب واحد ربما كفيل ان هو يوضح لك ان الشخصية دي بتلعب. طيب دي الاسباب، وارتحنا وفهمنا، ايه الحل؟ اعكس او اعكسي. سهلة، يعني انت الشخص بتبعت كتير، قل، ما تبعتش كتير، ما تبعتش كتير. انت الشخص بتبعت في الوقت الغلط، اعرف ايه الوقت اللي المفروض ان انت تبعت فيه وابعت فيه. انت الشخص كلامك تافه و24 ساعة هزار، قلل الهزار وخليه في موضعه. انت شخص، ودي مهمة قوي، اول ما يبعت يلاقيك ومتاع على طول، غيب شوية واختفي شوية، ومرة ترد على طول، ومرة تشوقه وتجننه وتخليه يقول هو راح فين. لو هو بيلعب فاحنا اديناك العلامات، اديناك العلامات على طول تعمل بلوك للعلاقة دي. ده لو انت داخل او انت داخلة بنية حب وزواج وخطوبة والكلام ده. انما لو انت واخد الطرف ده او الشخص ده صداقة، مفيش مشكلة بقى، احنا اصحاب، ما هو الاصدقاء مش مطالبين ان هم يكونوا مع بعض باستمرار، لا، احنا بنسأل على بعض لما بنحتاج بعض او بنتقابل كده. انما لو انت بتحب ولقيت فيه العلامات دي، ابعد. ادي الاسباب وادي الحلول. فين المشكلة؟ لما يجي مشكلة بعد كده، احنا اللي بنحط نفسنا فيها، احنا اللي بنصعب الامور على نفسنا، عشان بنعمل نفسنا ما احناش شايفين او مش عايزين نشوف. هي دي المشكلة. عامل بالظبط كده زي اللي مكسل والقطر داخل عليه، مكسل يقوم، مش دلوقتي، بعدين، القعدة حلوة والمكان لذيذ، بس في ثانية هتلاقي نفسك اندهست تحت عجلات القطر. وده اللي احنا عايزينه، بقول ان احنا ننبه، ودورنا، انا دور اتكلم وانتوا دوركم تساعدوني، بقول تنشروا الحلقة دي على قد ما تقدروا، تاخدوا الثواب ده، احنا في ال10 الاواخر ومفيش ثواب اعظم من كده. شيروا ودوسوا لايك بس توصل لبقية اصدقائنا، هو ده المطلوب. كل اسئلتكم اللي بتبعتها لي حتى لو مش برد عليكم دايركت او على طول، صدقوني بتوصلني، وبناء عليها بنعمل الحلقات. لو بتشوفوا حلقاتي عند اي حد غير محمد ابو زيد، ده نصاب، اعملوا ابلغوا وتثقوا فيه. اللي بيسال ازاي يتواصل معايا، انستجرام، فيسبوك، قنواتنا التانية، كل ده في وصف الفيديو لو انت على اليوتيوب، وفي التعليقات لو انت على الفيسبوك. والى اللقاء.